أهلا وسهلا بكم، ويشرفنا أن نرحب بضيفنا الكبير الأخ الدكتور هاني، فليتفضل. تفضل يا دكتور. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا إن أنا في الأردن مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة، لأن الأردن ده أخبار بلدي الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا كل البلاد إن شاء الله. أنا كنت امبارح في المفرق في الزرقاء، فبعض الأخوات اللي ما شافونيش قبل كده قعدوا يمدحوني مديح مش كويس، وأنا ما بحبش المدح لأن رباني دكتور محمد الحديد. فأنا أعرف بنفسي، ما أنا إلا صنيعة الفقراء وصنيعة معاناة الشعوب، وإحنا تعلمنا من الكوارث وتعلمنا من الأزمات، ولكل الشعوب اللي إحنا اشتغلنا معها فضل كبير جدا علينا، من السودان للصومال للبوسنة لأفغانستان لفلسطين الأردن لكل الدول اللي إحنا اشتغلنا فيها، باكستان الهند إلى آخره إلى آخره. فحذاري أن تعلو نفس الإنسان بعد أن يعمل في العمل 40 سنة وأصبح له حيثية، أن يعتقد أو تعتقد أنها هي أصل العمل، هي صنيعة دعاء الفقراء وحب المساكين لها وحب المساكين لها. بس هكذا نحن في هذه المسيرة منذ 40 عاما الحمد لله. دكتور، بناء على توجيهات الدكتور محمد الحديد، كان عندي يعني محاضرتين، واحدة اسمها عوامل نضوج المؤسسات، والتانية قال لي احنا هنتكلم عن التحديات اللي بتواجهها المؤسسات اللي الإنسانية. ما فيش حياة من غير تحديات، ولا بتطلع لفوق ولا بتطلع لتحت ولا كده. كده مظبوط. ده تعريف التحديات، واحنا مش هنخش في تعريفات فلسفية. ما فيش حياة لينا على وجه الأرض بدون تحدي، كبر التحدي أم صغر التحدي، بقى صعب بسيط إلى آخره. ولا تستقيم الحياة ولا تحلو الحياة بدون تحدي، ولا تحلو الحياة بدون إنجازات. فالتحدي بيؤدي إلى إطلاق الملكات وإطلاق الإبداعات ووضع الحلول. أنا بعتبر أن المؤسسة هي كائن حي، أي مؤسسة إنسانية، مؤسسة مجتمع مدني، هي كائن حي، كائن حي بيأخذ حيويته من الناس اللي بتديره، إذا كان هم ناس عندهم روح وعندهم طاقة وعندهم ملكات وعندهم فعاليات. دي نمرة واحد بيأخذها. أيضا بتأخذها أيضا من المشاريع والبرامج بتاعتنا اللي متخيل احنا بنشتغل مع المجتمعات المهمشة مع الفقراء ومع المساكين، بناخد منهم الحيوية او مصدر حياة المؤسسة، لان المؤسسة بالنسبة لنا هي كائن حي من اخلاق والقيم والعقيدة بتاعتنا احنا بتاعت العمل المدني، ونحن وضعناها المؤسسة بتاعتنا. فكل هذه الاشياء بتجعلني اقول ان المؤسسة، سواء كان الهلال الاحمر الاردني او الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية او الهيئة الهاشمية الى اخره، كل هذه المؤسسات كائنات حية تأخذ حياتها من 5 أو 6 نقاط اللي نتكلم عنها دي. العمل، لأن العمل الخيري كمان فطرة، حتى الحشرات حتى الحيوانات إنهم إلا أمم أمثالنا، فعندهم حياة. وكل منهم لو احنا بنشوف مثلا البرامج بتاعت النيتشر ولا الأنيمال بلانتس، هتلاقي في تعاونيات ما بين الأبقار والجواميس والغزال إلى آخره، فمجتمعات كاملة. فحتى الخلائق الأخرى هي تعتبر أمم زينا بالضبط اللي هي بنتكلم عنها دي. فأنا في المؤسسة أو نحن في المؤسسة بتاعتنا لابد أن نعتبرها أنها كائن حي تبث الحياة في المجتمعات اللي تعمل فيها، تبث الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. أنا هنا لأن معايا دكاترة منهم الدكتور الحديد في تعريف المتلازمة. في متلازمات في التحديات الداخلية،
في متلازمات في التحديات الخارجية، ودول أكتر اتنين بيعطلوا العمل الإنساني. أكتر تحديين بيعطلوا العمل الإنساني. في التحديات الداخلية، المتلازمة الأولى طبعا ده التعريف موجود، ممكن تقروه، ممكن تغيروا عليه، ممكن دكتور حديد يغير عليه بعد كده في الناحية الطبية، لكن هو مرض اجتماعي مش فقط مرض عضوي عند البشر. أخطر متلازمة بتواجهنا هي متلازمة المؤسس، اللي بيقول أنا صاحب الجمعية والجمعية ملكي، ولا يترك الجمعية أو لا تترك الجمعية. ده في منتهى الخطورة، لأن الجمعية دي ما هي إلا فكرة أو بذرة الله سبحانه وتعالى ساقها لي أو ليكم علشان تنموها وتملكوها للمجتمع. وأنا قدري وقدرتي في المجتمع أو في المؤسسة بيوصل لمرحلة معينة، بيأتي بعدي أجيال أخرى تستطيع أن تأخذ القيادة من الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث. فمتلازمة المؤسس قد تكون مدمرة، وإن من الحب ما قتل. دي أول متلازمة في التحديات الداخلية. المتلازمة الثانية اللي هي الشعار بتاع المؤسسة والاسم، يتحط الشعار بتاعنا يا مش هنشتغل، تحط الاسم يا مش هنشتغل، يا الشعار بتاعنا يكون اهم شيء يا مش هنشتغل معك. وده احنا عدينا على الحاجات دي كتير جدا في كل المؤسسات المانحه، خاصه المؤسسات العربيه اللي بتمنح المال بدون ذكر اسماء هذه المؤسسات. دي المتلازمه الثانيه في التحديات الداخليه. الجيل الرعي الاول بيقول لك احنا اللي اسسنا، زي المؤسس بالظبط، ازاي نمشي من غيرنا؟ مفيش المؤسسه، القيم بتاعتها هتروح، الاهداف بتاعتها هتروح، وحتى لا يعطوا فرصة للأجيال الشباب أنها تشارك في استمرارية مسيرة المؤسسة. دي المتلازمة الثالثة. المتلازمة الرابعة الأصدقاء والأقارب، قد يكون في أول الطريق. إحنا بنتكلم عن من عرش حد، يمكن يجيب أصحابي لأن مفيش حد معايا، لكن بعد كده ما تصبح مؤسسة أصبح أجيب الأنسب والأحسن والأقدر في المجتمع، لأن لابد ان احنا نعتبر ان هذه المؤسسة هي مؤسسة المجتمع وليس مؤسسة فرد او مؤسسة مجموعة من الناس. متلازمة الخامسة في التحديات الداخلية اللي هي المتلازمة الفكرية، اجيب الجماعة اللي بيفكروا بالطريقة دي، اللي عندهم توجه معين، اللي ثقافتهم معينة، اللي اخلاقياتهم بطريقة معينة الى اخره. وده بتؤدي الى اقصاء المؤسسة عن عموميات العمل المجتمعي، سواء كانت مؤسسة متلازمة فكرية أو سياسية أو غير ذلك. فده النقطة الأولانية في التحديات الداخلية اللي هي وجود متلازمات داخل المؤسسة. التحدي أنا خلاص، احنا خلصنا دي. شخصية وهوية المؤسسة، مين اللي بيعملها؟ أنا اللي بعمل المؤسسة ليها شخصية وهوية بالشعار، باللي هو الإصدارات بتاعتنا، بالتصريحات بتاعتنا، بنوعية العاملين في الجمعية، بذكورية الجمعية أو تنوعية الجمعية، بتعددية الجمعية، الموظفين اللي فيها سواء كانوا من ثقافات مختلفة أو أجناس مختلفة أو أديان مختلفة إلى آخره. فالذي يحدد الشخصية والهوية المؤسسية نحن، فلا نلومن المجتمع الخارجي أو الحكومة كيف ينظرون إلينا، ما بيبصلنا لأن احنا رسمنا لنفسنا يعني صورة نمطية بيستطيعوا أنهم يروها فينا. ده تحدي آخر. والمشاريع طبعا ننفذها، قد ننفذ مشاريع في منطقة معينة دون منطقة أخرى، لأن المنطقة دي تبع لينا، الناس اللي فيها على هوانا أو على تبع حزبنا أو تبع فكرنا أو تبع ثقافتنا أو تبع ديننا، ولا نعمم العمل بتاع اللي هو الجمعية نفسها. ليه الشباب ما بيشتغلوش معانا؟ قد يكون اللي هو المرتبات ضعيفة، قد يكون ما فيش هياكل في الجمعية، قد يكون ما فيش هياكل في الجمعية، معك تشو؟ ما فيش هياكل في الجمعية، قد ما يكون ما فيش وصف وظيفي حطه، قد ما يكون فيش فصل للإدارات بينها وبين الجمعية اللي هو الهيكلية نفسها، المعايير اللي موجودة في الجمعية إلى آخره. ده تحدي آخر، وإحنا بنعمل الجمعية بتاعتنا.
ما يكونش في استراتيجيه واضحه للعمل كذلك. ايوه شكرا. عدم وجود الشباب او النساء في الجمعيه ده تحدي اخر. تحدي اخر، وانا دايما بدافع عن الشباب وعن النساء، ان الشباب في اي مجتمع سواء كان مجتمع ممتحن نزوح لجوء تشرد الى اخره بيساووا 50 او 60%، نضيف اليوم الاطفال يطلعوا 70 او 80% والشباب بيبقوا الباقي. فما يكونش ليهم دور في الجمعيه ده بيكون تحدي اخر داخلي. ازاي الجمعيه بتجذب هذه الفئات من الشعب؟ الهيكليه واضحه او غير واضحه؟ يعني كتير جدا منلاقي ان في الاستراكشر بتاع المؤسسه مفيش وصف وظيفي لكل اداره. والوصف الوظيفي ده معناه من الميزانيه، من الوصف الوظيفي للموظفين، من الفعاليه وعلاقه الاداره دي مع الاداره الاخرى الى اخره. فدي بتخلي ده يكون تحدي داخلي بيجعل الجمعيه تترنح لكل مشاريعها رايحه يمين شمال دون ايه؟ وجود فواصل ما بين الادارات او الاقسام او الوحدات في الجمعيه نفسها. السياسات، كنت انا مره في اجتماع من الاجتماعات في دوله خليجيه كانوا بيتكلموا على السياسات. فهم بيتكلموا عن السياسات، قلت لهم انتوا عندكم سياسات؟ قالوا طبعا. وهنت انا في الجلسه دي، دايما في ناس كده على طول يعني. فسكت وبلعت اللي هي يعني النقد ليا. وبعدين مدير التنفيذي بتاع الجمعيه اعتذر لي وقال لي هات لنا السياسات بتاعتكم. بعت له ملف فيه 100 سياسه. 100 سياسه. قلت له عايز انهي فيهم؟ انت فاكر السياسات دي واحده واثنين وثلاثه؟ تشغيل الاطفال، حقوق النساء، حقوق المجتمعات، كذا 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 كذا. بتتكلم عن ايه؟ قال لي لا انا عايز بس سياستين ثلاثه. قلت له انت بتنقي على مزاجك، لكن ده مش بناء لجمعيه او بناء لمؤسسه. ازاي نصنع سياسه في الاخر عشان يكون عندنا كل مسار في سياسه احنا بنتبعها؟ اللوائح الداخليه كذلك مش مكتمله. يعني دلوقتي من اهم اللوائح الداخليه هي اللوائح الماليه. الماليه، وانا هقول لكم في حاجه حصلت او بتحصل دايما، حاجه اسمها فورنسيك اوديتنج. في حد هنا محاسب او راجع قانوني؟ فورنسيك اوديتنج يعني ايه بالعربي؟ اللي هو التشريح الفورنسيك، مش هقول بقى طب يعني، اللي هو الوصول لاصل التمويل. يعني لما جم احد المؤسسات كانت الاغاثه الاسلاميه حبت الحكومه تعمل عليها فورنسيك اوديتنج، كان في ناس من الامن، من المخابرات، من الماليه، بيشوفوا ازاي المال جمع وازاي اخترنا اللي هم اللي هم مش ممولين، اللي هم الموردين المحليين. هنشتري مثلا طحين، هنشتري رز، هنشتري ملابس، ومين مجالس الاداره بتاعتهم، وعلى اي اساس اخترنا هذه الشركه مش هذه الشركه. ويتقدوا الحقيقة إلى أن يصلوا إلى معيارية الشفافية داخل اختيار اللي هي الشركة اللي احنا بنختارها. ده اللي بنسميه فورنسيك اوديتنج، علشان اللي هو اللي بيحصل حاليا اللي هو غسيل الأموال أو تبييض الأموال أو خلط الأموال في الأعمال الإرهابية والأعمال اللي هي مشبوهة. وده اللي احنا بنسميه اللي هو اللوائح الداخلية والمعايير والإرضاءات الإيه؟ الماليه اللي موجوده عندنا. يعني احنا مره من المرات في 1995، ارجع لكم بالقصه دي عشان دي مهمه جدا، انا كنت بصرف المال بدون ما حسابات. يعني الكلام ده كان من كام؟ 27 سنه 27 28 سنه. صحينا من النوم في يوم من الايام لقينا ما فيش فلوس في الايه؟ في الحسابات. مين اللي عايز الغلط؟ انا طبعا. صلحنا الغلط ده ان حسينا ما كانش عندنا اداره ماليه قويه. عملنا الاستثمار بتاعنا في الماليه، في الحسابات، نراجع القانونيه الداخليه، ثم نراجع القانونيه الخارجيه. استثمار. يكون عندك انت ناس محاسبين اكفاء، مش محاسب واحد، اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره الى اخره، انت بتتعامل في ملايين. لو احنا عايزين ناخد فلوس من الاتحاد الاوروبي او من الامم المتحده او من USAID، بيشوفوا الاداره الماليه اول حاجه.
مين في الإدارة المالية؟ يعني في 97 أو 96 كنا عايزين ناخد فلوس من الحكومة الألمانية. أول سؤال جه الكونسلتنت سألنا عليه هو كان إيه؟ مين رئيس المؤسسة ومدير التنفيذي؟ قلنا له ليه يعني؟ قال عشان نعرف مين صاحب القرار، عنده خبرة، عنده إمكانية، عنده تاريخ، عنده أهلية ولا ما عندوش؟ لأن إحنا هندي مال لمؤسسة صاحب القرار فيها هو الرئيس بتاعها، ده تحدي آخر، مش أي حد يبقى مدير تنفيذي، مش أي حد يبقى هو رئيس المؤسسة إلى آخره. إذا كنا إحنا هنتعامل مع المجتمعات الدولية. التطوع يمكن من أهم المؤسسات عندنا في العالم هي مؤسسة الهلال الأحمر، منظومة الهلال والصليب الأحمر، عشان أكبر مؤسسة في العالم أو أكبر منظومة بتؤمن بالتطوع. إحنا في مؤسساتنا المحلية مدى إيماننا بالتطوع؟ ومن يدير ملف التطوع في المؤسسة؟ مين اللي بيديره؟ بيديره موظف؟ مش ممكن هيمشي الأمر سلس. التطوع أنا كنت أول ما اشتغلت في بريطانيا في 1978، أنا صغير في السن مش كده؟ 78 يعني السنة اللي فاتت. كان يجي رئيس القسم في اللي هو في المرور وفي إيده الطالب، ويروح أو البروفيسور، يروح البروفيسور ويقول للنائب والكونسلتنت والحكيمة والممرضة استثمارنا هيكون في الطالب ده. الطالب ده بالنسبة لهم متطوع، لو ممكن يكون في يوم من الأيام رئيس الجمعية، ممكن يكون الأيام هو المدير التنفيذي للجمعية، والطالب ده ممكن يكون في الأيام وزير الصحة. لكن يجي البروفيسور وبصباعه كده هو يقول لنا هذا هو ما نريدكم أن تعلموه من الألف للياء. فالتطوع لا يعطى لموظف، التطوع لا يعطى لموظف، لابد أن يعطى لحيثية مؤسسية كبيرة تستطيع أن تشربه صنعة العمل. في ما في مش في صبي في العمل، وفي أسطى، وفي مهندس، وفي مؤطر، وفي منظر، ها؟ فلابد التطوع ده لا يعطى لواحد يجي بيشتغل من 8 ل 2 ويمشي، لا ده 24 ساعة. يعني أذكر مثلا ذكرته كتير جدا في أول عملنا في الثمانينيات، خاصة في شهر رمضان في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وأمريكا إلى آخره، ما كانش ولا واحد فينا بيقضي رمضان في بيته، ولا واحد فينا كان بيفطر مع زوجته وأولاده. كنا بنخرج من أول يوم عندنا حاجة اسمها عربة رمضان، نلف في بريطانيا كلها أو نلف في ألمانيا كلها أو نلف في فرنسا كلها أو نلف بعض الولايات في أمريكا كلها، ونرجع على يوم العيد أو بعد العيد بيوم. فده جزء من إنشاء منظومة التطوع بمؤسسي المؤسسة أو مسؤول المؤسسة الكبار. فإذا أردنا أن ننشئ منظومة التطوع لابد يكون فيها حيثية من الجيل الأول اللي شاف بناء المؤسسة، فبالتالي ينقل الخبرات دي للشباب سواء كانوا بنات أو 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 أو, أو ذكور. يعني أهم شيء في الحكام الرشيدة كده مظبوط الشفافية. الشفافية ده هو القاسم المشترك الأعظم في فساد المؤسسات أو في إنجاح المؤسسات. أنا لما قلت إن في 95 كانت المؤسسة أن تغلق لأن أنا كنت بصرف دون يعني دراسة، قلت أنا المخطئ. طب بس تعلمنا الخطأ، وخير الخطأون تبنى إلى الله، ربنا غفر لنا. فبالتالي الشفافية، شفافية في المعاملة الداخلية بينك والموظفين، شفافية في الحسابات، شفافية في تنفيذ المشاريع، شفافية في التعامل مع أصحاب الحقوق في المجتمعات المهمشة. كل هذه الأشياء هي تعتبر المحور الأساسي فيما نسميه بالحوكمة الرشيدة. المعايير الإنسانية اللي حطها الأمم المتحدة وحطها المؤسسة الصليب الأحمر الدولي لابد نلتزم بها، لأن حتى لو كانت جمعيتنا هي جمعية محلية لكنها مرتبطة بالقوانين الدولية. حتى لما بنتكلم على التحديات الخارجية أو الداخلية فبنجد الأمم المتحدة بتطلع قوانين، فدي بعض الجمعيات المحلية تقول لك احنا مالناش دعوة بالقوانين دي، حكومتك هتنفذ القوانين عليك. فيصبح اللي هو القانون اللي هو الدولي أصبح تطبيقه محلي، فما فيش حد بيعيش بمعزل
عن قانون بتفرزه الأمم المتحدة أو بتفرزه أي مؤسسات أخرى. فالشفافية مهمة جدا في هذا الموضوع. الأجهزة الرقابية، كتير جدا مؤسسات محلية ما عندهاش مراجع قانوني خارجي، أو عندها مراجع قانوني خارجي بس عشان إيه يدينا أي تقرير ونخلص، صح ولا غلط؟ عشان كده انت دلوقتي في ظل قوانين الارهاب وكذا 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 بتمسك المؤسسة من الالف للياء عشان قبل ما تديها ولا مليم او تاخد معاها صورة تعرف ازاي مين اللي بياخد القرار المالي داخل المؤسسة ودي حاجات بتكلف، لكن لما بتكلف بتجيب فلوس. يعني لما نقول ان مثلا الإغاثة الإسلامية في أفغانستان واخدت كم؟ 30 مليون، 30 مليون دولار في أفغانستان والمور 30 مليون بس لأفغانستان. في اليمن عدت يمكن 100 مليون، لأن في إدارة مالية متكونة من كذا قسم داخليا وخارجيا. فلما تيجي حكومة تديك فلوس الملايين بقى، مش العشرات والعشرات والآلاف والمئات، فإذا أنت عايز توصل للملايين لابد تستثمر في الإدارات المالية الداخلية والإدارات القانونية. النقطة الثانية، البحوث والدراسات. أين نحن من البحوث والدراسات؟ لن تتغير قانون ولن نستطيع أن نعمل ضغط على أي حكومة أو أي مؤسسة دولية بدون عمل بحوث ودراسات. قد تقولوا ان الموضوع مكلف، اجتمع 4 5 6 جمعيات مع بعض ونقول احنا عايزين نعمل بحث علشان نقف ضد القانون المعين، القوانين اللي طالعه صدرها الامم المتحده. يبقى انت في تحالف ما بين الجمعيات وبعضها البعض نقسم فيه الميزانيه. احنا مثلا بنحاول نعمل مؤتمر لسوريا دلوقتي بعد 11 سنه، عملنا 7 ورش عمل. يمكن اول ورشه كانت عندكم هنا في الاردن، وجزاكم الله خير دكتور محمد كان موجود بيبارك لنا فيها. كان في ورشه المفروض هتعمل النهارده في الداخل السوري في ادلب، لكن طبعا مع الزلزال اتاجلت. ان شاء الله يعني، لكن نكمل بعد كده. كان شرط الورشه دي او شرط المؤتمر ان كل الجمعيات السوريه تشارك ماديا في عمل المؤتمر. ما عندناش فلوس بقى خلاص، لا هنروح للامم المتحده ولا الاتحاد الاوروبي ولا كذا. فلو احنا مش هنشترك مع بعض عشان نعمل ميزانيه واحده مش هنستطيع نطلع ورقه عمل ها بحثيه تستطيع انها تؤثر على قرار ايه اصدرته احد المؤسسات الدوليه او احد الحكومات الى اخره. اللي هو الاهتمام بالدراسات. لما نبص في ميزانيات اغلب الجمعيات العربيه بند الدراسات ده مش موجود. وبيكون موجود بيكون على استحياء. لما يكون على استحياء ممكن جايين موظف نقول له اعمل لنا كده بحث داخليا. لا مش الحكومه مش هتسمع لك. لابد يكون في دراسه ميدانيه مع دراسه اكاديميه مع جامعه او مع مركز ابحاث علشان تبتدي الحكومات تاخد النتائج بتاعتك دي وتبتدي تعتبرها انها نتائج ايجابيه او نتائج سلبيه. فالتحديات هنا ان احنا لا نؤمن بالدراسات والبحوث. عايزين نعمل لوبينج، عايزين نعمل المناصره، عايزين نعمل كذا كذا كذا، مش هنقدر نعملها. يعني لما جينا احنا مثلا نحضر اجتماع كانت عاملاه الامم المتحده ايام كوفي عنان، وكان عايزين عشان قضيه دارفور. الامم المتحده كانوا قاعدين حوالي 30 جمعيه دوليه عالميه عشان يكون هذا هيكون في الدخل العسكري زي ما حصل الدخل العسكري في العراق ولا لا. فجمعونا احنا في المكتب بتاعنا في بريطانيا في 2005 تقريبا او 2004. اجتمعنا قلنا لا لن نسمح بان يكون في تدخل عسكري الا بثلاث شروط. الاول استشاره الجامعه العربيه. الثاني استشاره منظمة التعاون الاسلامي. الثالث استشاره اللي هو الاتحاد الافريقي. فيما عدا ذلك لن نسمح بهذا، واحنا جمعيه. لما انا رحت في الاجتماع ده كنت انا الوحيد اللي شكلي واسمي يعني، والباقيين كلهم يعني لهم شكل ثاني. يعني كنت الوحيد المسلم في الاجتماع ده. فرئيس الاجتماع كان بتتكلم وكانها كونديزا رايس. لما انا بقول الكلام ده لكل الشباب. فبتقول احنا عندنا اجماع، قلت لا مفيش حاجه اسمها اجماع، احنا مش موافقين معاكم. فرق كبير جدا في الامم المتحده ما بين الاجماع، يعني في قرار، عدم الاجماع هي الغالبيه، مفيش قرار.
يعني بينزل ايه المرتبه بتاعته. فلما جينا قاعدين نتكلم كان كوفي عنان قاعد، كوفي عنان كان شغوف انه يسمع ايه رايي انا عشان يسمع ايه الاغاثه الاسلاميه، لان التانيين كلهم مؤسسات ايه اوروبيه ودوليه كبيره بس مش اسلاميين. ففضل بذكائه يلف 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 لغايه ايه ما قدروا عليا وخلانا نتكلم. كان رد بتاعنا احنا كاغاثه اسلاميه قلنا انتوا مجموعه قاعدين بتشوفوا السي ان ان وبتشوفوا فوكس نيوز وبتشوفوا الاي تي ان، ما بتشوفوش لا العربيه ولا الجزيره ولا المصريه ولا الاردنيه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انت هتقول تدخل عسكري في السودان هيعملوا حي على الجهات، هتجي لك قبائل منين؟ من غرب السودان، من غرب افريقيا، من شمال افريقيا، من جنوب افريقيا، من شرق افريقيا، وهتبقى نفس المجزره اللي حصلت ايه في العراق قبل كده. فالراجل كان قاعد ايه فاهم ده، احنا فاهمين الارض ازاي، لان الارض ارضنا. فعدم وجودنا في هذه المحافل يعتبر نقيصه، عدم وجودنا في هذه المحافل يعتبر نقيصه. لذلك احنا لما جينا في الاغاثه الاسلاميه سجلنا في الامم المتحده في عام 1993 29 مارس عام 1993 اللي هو في مجلس الشؤون الاقتصادي اللي هو تابع الامم المتحده مؤسسات غير حكوميه، علشان نكون داخل المطبخ. فندائي للجمعيات اللي موجوده انها تكون داخل مطبخ صناعه القرار اللي في المؤسسات الدوليه الكبرى، عشان تعرف حيثيات اتخاذ القرار، تستطيع انها تعمل لوبينج، تستطيع انها تعمل مناصره، تستطيع انها تعمل التحديات دي كلها. اوكي، سياسات واضحه، اهتمام بالتدوين. الارشفه والتدوين، والله الذي لا اله الا هو. احنا عندنا كميات من المعلومات مش موجوده عند اي مؤسسه، سواء كانت معلومات مكتوبه او فيديوهات او صور. انا كنت مره بتكلم مع وضاح خنفر اللي هو كان رئيس الجزيره مثلا من 20 سنه، قلت له احنا عندنا 1000 ساعه فيديوهات مسجله يعني عندنا في الاغاثه. قال لي اديها لي باي شكل، اللي هو عشان يبعت الكرو بتاعه او مجموعه بتكلفه مئات الجنيهات او الاف الجنيهات، انا هظبطها واطلع منها حاجه. فاحنا عندنا داخل مؤسستنا كنوز. فين اخت العلاقات العامه؟ مش انت في الاعلام؟ انت برضك انت كل حاجه، هي كل حاجه، ها هي كل حاجه، ها احنا ولا حاجه. فلما يقول لي الكلام ده من 20 سنه ان الالف ساعه بتوعك حتى وده النوعيه غير جيده، هتهالي راجل بيفهم في الاعلام، والاعلام مش مجرد صوره واحنا بناكل واحد طفل او 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 ارمله او كذا او كذا او كذا. الاعلام صناعه قرار وصناعه مسيره وصناعه سياسه، واحنا عندنا كنوز. والله لو دخلتوا الارشيف، اللي ارشيف لا مش ارشيف، الارشفه اللغه العربيه ايه؟ ارشف. طب خلاص انا بتكلم عربي يعني. لو دخلنا فيها وهنجد فيها كنوز ما حصلتش عند اي جمعيه ثانيه في العالم، لكن ما بنفرزلهاش اللي هو الاموال اللازمه عشان تحول. امتى هنعمل دراما مسلسلات او افلام علشان تطلع نجوم العمل الانساني؟ يعني عندنا مثلا بنذكر بعض الناس، الدكتور عبد الرحمن السميط الله يرحمه. طب مين تاني عندكم في الاردن شخصيه كده نعمل عليها فيلم، شخصيه ضحت وقبلت بيان حسن في هذا العمل وانتجت واثرت وغيرت اتجاه المجتمعات؟ ليه دايما نعمل عن شخصيات سياسيه لكن ما نعملش على شخصيات الانسانيه او الاجتماعيه؟ يعني في عبد الستار ايدي، كنت لسه بتكلم مع اخونا ذو القرنين. عبد الستار ايدي مش متعلم. بعد انفصال باكستان عن الهند في 47 حب امه كانت عيانه، ما فيش عربيه اسعاف تاخدها، فماتت سنه 1950. عبد الستار ايدي كان بيشتغل ايه؟ بيبيع مأكولات او حاجه زي كده على البيوت، يعني باع متجول. قرر انه يعمل جمعيه سنه 1951. الجمعيه دي في باكستان هي اكبر جمعيه من حكومه عندها اسطول لعربيات الاسعاف والطائرات والموظفين والمتطوعين، المتطوعين والموظفين بعشرات الالوف. ده دخل جامعه واتعلم، وكان عنده رموز كبيره، وكان عنده اي حاجه، لكن عنده الرؤيه، وكان عنده الهم والهمه والمهمه اللي هو عايز ينجزها. فامتى هنعمل افلام
محدش يتكلم عن عن امتى هنكتب قصص هؤلاء الناس، امتى هنكتب قصص للاطفال والنساء في معاناتهم وفي انجازاتهم وابداعاتهم اللي في المخيمات. ها ما هم احنا بنتكلم عن السياسه وتحديات، ما دي كلها تحديات، ما دي كلها تحديات. انا بتكلم عشان الفكر نبتدي نكلم المانع. يعني اديك مثلا حضرتك، طالما احنا بنتكلم على الكوارث، في 2010 was the flooding in 2010 in Pakistan. لا 2012. في 2010 كان في فيضان زي اللي حصل، اقل من اللي حصل من كم شهر ده، وكان طبعا قبل رمضان. فكان في متبرع بسم الله ما شاء الله يعني من بلد معينه كلم في التليفون، ايوه يا فلان هتروح، وتقول رايح بعد شو بعد يوم بعد اسبوع. قال خلاص في مبلغ كام؟ قال لي نص مليون دولار. كلمني بعد اسبوع وانا في باكستان، قال لي ايه الحال؟ قلت له الحال استغفر الله العظيم يعني سيئه جدا. قال لي خلاص في مبلغ تاني. قلت له كام؟ قال لي النص التاني بتاع المليون بالتليفون. انا فرحت زي الطفل الصغير كده بيفرح لما تجيب له لعبه او حاجه زي كده. رحت له البلد، قلت له طيب دلوقتي جزاكم الله خير، احنا عندنا مكتب في بلدكم وعايزين نبني القدرات بتاعه الموظفين، انا عايز بس 60,000 دولار. كام؟ 60,000 دولار. ما خدتش ال 60,000 دولار الى يومنا هذا، لان هو استجاب عاطفيا للكارثه، لكن لما يستجب فكريا زي ما حضرتك بتتكلم عن ان هو يحس ان بناء المكتب ده هو اللي هيخلي بناء كوادر الى اخره الى اخره في البلد اللي هو فيها. طيب انا طولت في دي. دي الخارجيه بقى، دي المتلازمات الخارجيه. في متلازمه سادسه او سبعه انا مسميها اللي هو العلاقات ما بين ال 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 فاهمين دي معناها ايه؟ لا بقى ما يكتبوش انت ده جايين منين دول؟ يعني العلاقات اللي هي العلاقات اللي هي حميميه بين النوع الواحد. خلاص بقى فهمتوا؟ اشرح اكتر من كده يا دكتور؟ ها؟ اصبح قانون الحميميه، يعني ايه الحميميه؟ اقول لكم ايه تاني؟ وصلت؟ وصلت؟ الحمد لله. اصبح قانون، اصبح سياسه. عايزه توقفي قانون زي كده والسياسه لابد يكون لك كتل تؤمني ببناء الشراكات، تؤمني ببناء التحالفات، تؤمني ببناء الابحاث والاوراق الى اخره. مش مكتوبه هنا بس انا نسيت اكتبها. اول متلازمه عندنا هنا هو الاسلاموفوبيا. احنا بنعيش في ظل الاسلاموفوبيا بقالنا من 50 60 سنه. اشتد دلوقتي. حتى الاتراك الاكراد اللي قتلوا في فرنسا او في باريس لم يتهم الشخص اللي قتلهم ودخل في المركز الاجتماعي بتاعهم بانه ارهابي. قالوا عليه ايه مش عارف يعني عنده خلل عقلي، كلهم عندهم خلل عقلي. ها؟ حالة نفسية. فكيف هنتعامل مع الاسلاموفوبيا؟ والحرب على الاسلاموفوبيا. الثانية اللي هو الإرهاب. الإرهاب لغاية دلوقتي لم يعرف. لم تتفق الدول في الأمم المتحدة على تعريف الإرهاب. إلى يومنا هذا، ومع ذلك 180 دولة مضت على محاربة الإرهاب. محاربة الإرهاب كل سنة بتكلف مئات المليارات لكل الدول. نحارب شيء ونستثمر فيه دون ان نعرف ما هو هذا الشيء. ما فيش سياسات. لما تروح البنوك يوقفوا لك التحويلات بتاعتك الى اخره، دي متلازمه ثانيه. التصنيفات، في مؤسسات اذكر اسماء انا زي اللي هي وورلد تشيك او تومسون رويتر، دول مؤسسات استخباراتيه. بتقعد يعني كنت انا بتكلم مع بعضهم، كان من 3-4 سنين عندهم 3 مليون تقريبا اسم على لسة الارهاب، اغلب اللي موجودين عليهم مسلمين، واغلبهم ما يعرفوش انهم على قائمه الارهاب. طب انتوا بتحطوا الناس دي على قائمه الارهاب ازاي؟ قال لك باللي كتب عليهم. الجريده دي، التلفزيون ده، المعلق ده، يبقى شخص مش عارف هو ليه الفلوس ما بتجيلوش في البنك؟ هو ليه البنك بيقفل ايه الحسابات بتاعته؟ ده متلازمه ثانيه خارجيه. البنكية طبعا انا قلت عليها. يعني في يوم من الايام كان جانا تحويل من كندا، ليا انا مش ليا انا، للمنتدى.
والتحويل مش عايز يجي. فأحد الإخوة عندهم المشتركين في تومسون رويتر قالوا دول حاطين اسمك على قائمة الإرهاب. أنا يعني فهمنا على طول، فهو قبل سنة لو بتعترضي بيشيلوا اسمك. فاعترضنا وشال الاسم، ودلوقتي أنا بحاول أرفع عليهم قضية عشان ما يحطوش اسم مرة ثانية، لأن أي حد بيكتب أي حاجة، أي حد بيكتب أي حاجة عليكي بتروح للمؤسسة دي بياخدوها من الجريدة أو من التلفزيون إعلان أو أي حاجة يحطها كتب عليه كذا 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 كذا، حتى لو ما كانش فيه مصداقية للإنسان اللي بيتكلم عن إنسان صنفوه إرهابيين. ها؟ ما هو ده الحال اللي إحنا عايشين فيها. وأغلب اللي محطوطين أسمائهم على قائمة الإرهاب في تومسون رويتر ما يعرفوش. للأسف يعني. البنكية، محاربة الأسرة، العالم دلوقتي ماشي في طريق ها؟ محاربة الأسرة اللي عملناها يعني. كل الحاجات دي كلها اللي هي العلاقات الحامية وغير الحامية إلى آخره، وتسهيل الطلاق وتسهيل كذا وكذا وكذا إلى آخره. فاحنا عندنا منظومة. يعني أنا شخصيا أؤمن إيمان راسخ إن أهم مؤسسة مجتمع مدني في أي مجتمع في الآخر في العالم تبني اللي هو المجتمع وتبني الشعب وتبني الدولة وتبني الوطن وتبني الحضارة وتبني اللي هو اسمها ايه الحضارة والنهضة هي الأسرة. وأهم شيء في الأسرة أنتم، مش أنت وط راسك أنت، مش أنت أيوة كده فرحتي الأم أو الأم والزوج يعني إلى آخره. وطبعا أنا صنيعة أمي، أنا صنيعة أمي ومسيرة زوجاتي معي، وبدونهم أنا إيه زي ما أنت عارف أنا لا شيء الحمد لله. ها؟ ما خلاص بقى. ما طبعا يعني عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. لا نجد دلوقتي ان في دول تتدخل في امور دول تانية، واصبحت الامم المتحده مؤسسه ضعيفه جدا جدا، لان بيديرها خمس دول اللي ما عندهم حق النقد في الموجود. واصبح ده شيء يؤثر للفساد وشيء يؤثر لسرقة المخدرات بتاعة الشعوب الضعيفة اللي هم موجودين فيها. دول الست أو السبع متلازمات اللي موجودين في داخلية خارجية. مساحة الحريات الموجودة في الدولة، في دولة تقول لك تسجل الجمعية لكن ما فيش حرية، مش هتمشي الموضوع. الدولة التي لا تؤمن بإعطاء مساحة للحريات المدنية هي دولة هشة. تستطيع أي مجموعات إرهابية هزها من الداخل. ليه؟ لأن تحت المجتمع ضعيف. أهم مكون مجتمعي في أي مجتمع بعد الأسرة هي مؤسسة المجتمع المدني. هي أول مؤسسة كقرن استشعار يشعر بالخطر قبل أن تأتي الوزارة إليه. ليه؟ لأن أنت العمال بتوع الهلال الأحمر في كل مدينة في كل قرية في كل حرم موجودين. والله إحنا سمعنا كذا. ترجع للرئاسة، الرئاسة تروح تكلم الدولة، فتبقى هي كانت بتوجه الدولة وهكذا. والمؤسسات المحلية بالذات مهمة جدا 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 جدا، اللي هي المؤسسات الصغيرة. مناخ السياسي العام في الدولة، مين اللي بيحكم الدولة؟ هل هو نظام عسكري؟ هل هو نظام أمني؟ هل هو نظام مدني؟ إلى آخره. كل الأشياء دي يعتبر تحدي خارجي عند المؤسسة نفسها. القوانين اللي صعب تصدرها الحكومة أو الوزارة بتكون معيقة. يعني أنت ما تعرفش تعمل جمع تبرعات أو حفلة إلا لما تروح لفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ممكن تقدم على الحفلة دي قبلها بست أشهر. ده مش موجود عندنا في الغرب للأسف. بتعمل حفلة، بتتصل بالتليفون، بتنزل الأمر، بتحجزي الأوتيلات إلى آخره. ممكن يجي في يوم من الأيام بعد ما تحجزي الفندق يتلغي الحجز. جالنا تليفون من جهة معينة بنلغي الحجز بتاعكم. ده المناخ السياسي اللي موجود في القوانين والخصائص بتاعت ايه. حتى المناخ السياسي الدولي بيؤثر على المناخ السياسي المحلي. فحذار يا اساتذتي، انا طبعا انا بتكلم مع اساتذتي وعيبنا نتكلم معاكم، ان احنا نشتغل بمعزل عن القرارات السياسيه الدوليه. خلاص مفيش، مرض انتهى من زمان. كنا بنروح زمان بعض الدول العربية عشان يعني نشحت منهم يعني.
وكانوا بيتهمونا بالعلمانية وتبونا بكذا وكذا وكذا وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا واحنا مفيش حاجة بالنسبة لنا. احنا مازلنا بنشتغل غير دلوقتي هم ايه قفلوا. انا كنت فاكر مرة من المرات احد وزراء الخارجية كان الكلام ده جالي عن طريق احد الشباب اللي كانوا موجودين في القصر بتاعه القصر الملكي بتاعه. كنا طالعين في التلفزيون كمؤسسة وقال لو كل جمعياتنا بتشتغل زي المؤسسة دي ما كانش حصل لنا الضغط اللي جاينا من المؤسسات ايه من الدول الأوروبية والدول الأمريكية. العلاقات الخارجية اعتقد تختلف عن اللي هو العلاقات العامة. العلاقات العامة اللي هو عشان اجيب تبرعات اجيب وردة كيكة اعزمك على العشاء تعزميني على العشاء وهكذا. العلاقات الاكسترنال ريليشن دي محمية من المحميات اللي بتحميك لانك بتقعد فيها مع صناع القرار فمش اي حد يمسك الادارة دي بالذات علشان تستطيعي انك تقعد. يعني مثلا ما كنا احنا بنروح دافوس انا كنت عامل زمان زي اللي من كتر ما اشوف الجماعة اللي هم اللي بتوع الامن والمخابرات ليهم سمت معين وليهم زي معين وليهم شكل معين اقوم رايح عليهم على طول. في مرة من المرات كنا كان في اجتماعات بتبقى بعد الساعة 12 بالليل فدخلت الاجتماع يعني كان على الشامبين فواحد فيهم قال لي انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له مش في اجتماع؟ قال لي بس دليل احنا بنسكر وانت شكلك مسلم وانتوا عندكم بتسخروش يعني جاي معانا ليه؟ قلت له عايز اتعلم. انت بتقولوا ايه؟ تتكلموا ايه؟ عايز اتعلم. ففي المؤتمرات الدوليه دي كلها خاصه لو حد فيكم راح دافوس بتلاقي الورش العمل متوازيه يمكن 50 60 ورشه في نفس الوقت من الساعه 7 صباحا للساعه 12 مساء. فما حدش يقول ان الناس دي بتقعد تلعب من الساعه 7 الصبحيه وكل ورشه عمل فيها نقاط للنقاش وفيها سكرتاريه وفيها ضيوف فيها كذا وكذا فيها مخرجات. لذلك دافوس اصبح دافوس. احنا ليه خايفين نتعامل مع الحكومه؟ الحكومه موظفين واخواننا وقرايبنا وجيراننا صح ولا غلط؟ ليه خايفين نتعامل معاهم؟ ولو انا خفت وخدت خطوه لورا هبتدي يشكوا فيا. يعني احنا احد الحاجات اللي احنا ربنا نجانا فيها بعد 11 سبتمبر ان احنا لما حصل 11 سبتمبر احنا ما كناش مصدقين. احنا كنا فاكرين ده فيلم سينمائي موجود في التلفزيون الصبحيه بتاع ده واحنا قاعدين الى اخره. طلع انه حقيقة. فساعتها سئلنا سؤال قلنا نحن جزء من النسيج المجتمعي المسلم في اوروبا وسيصيبنا ما يصيبهم فمش هنوطي راسنا هنخرج نتعامل مع الاعلام. وتعاملنا فعلا مع الاعلام في يوم واحد خدنا تدريب كلفنا حوالي 4000 او 5000 جنيه كنا 4 أو 5 عند اللي هم مقدمين اللي هو البرامج ازاي نتكلم مع الكاميرا. وبعدها انطلقنا بان احنا ندعو للاعلام عشان نتكلم معاه. وربنا نجانا ليه؟ لان احنا ما حسيناش ان احنا عملنا شيء غلط. طب ليه استخبى؟ ليه اوطي راسي؟ ليه ما اتكلمش؟ ليه ما اقولش رايي؟ والكلام لما بتقول رايك في وسط الاوقات الصعبه دي كلها اللي قدامك وعايز يصنفك بيشعر ان انت ما عندكش شيء غلط داخل المؤسسه. وبانوراما عملت برنامج على الإغاثة في نوفمبر عام 2001 في نفس الوقت والاتحاد الأوروبي ادانا تسجيل في 27 أو 28 سبتمبر في نفس الوقت ده وخدنا اللي هو الأجريمنت في أبريل عام 2002 والحكومة الأمريكية جت تعمل فورنسيك أوديتنج ثاني اللي هو التدقيق الداخلي لمدة 4 أو 5 سنين حطينا تحت السيرفيلانس علشان يشوفوا ايه العلاقه ما بين المكتب في اوروبا والمكتب في ايه في امريكا. فانت بتتعامل مع دول فلابد انت تكون علاقتك جيده جدا مع ايه؟ مع حكومتك انت ومع الحكومات بتاعه المجتمعات اللي انت بتشتغل فيها. انا هنزل اشتغل مثلا اديكم مثل انا كلامي خلص ولا ما خلصش مش عارف انا عم بتكلم. في حرب الشيشان الثانيه في عام 1999 في شهر اغسطس ماسخادوف اللي هو كان رئيس الجمهوريه
اتفق مع قادروف لطرد كل المؤسسات الخيرية الإسلامية. ليه؟ لأن كتير جدا في ده قبل الحرب تجد المؤسسات كانت بتتخطى الحكومة، الحكومة كانت ضعيفة جدا، كان يوعد الشباب صغيرين ركبين عربية باجيرو إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، كان كاشر هندي إلى آخره. وبعدين فقه جديد، الناس هناك شوافع وتجانيين وقدريين وصوفيين، وانت جيت فقه مختلف تماما. وقدروف الاب رحمه الله عليه قال له خلاص انا يعني مش قافلهم كلهم، طردهم كلهم في 24 ساعه. اللي احنا كنا بنعمله يا شباب كان ايه؟ نحب نوزع بقره، نجيب الوالي او نجيب الوزير نقول عندنا بقره، عندنا عربيه، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا. ده جزء من ايه؟ من الشفافيه، وان كان على مستوى بسيط جدا. فده حصل في عام 1999، يعني من كام؟ من 25 سنة. ان انت بتعملي شيء هو اللي بيقعد علشان الناس اللي قدامك يدافعوا عنك. في السودان، جنوب السودان بالذات، اللي كان بيدافع عننا تعرفوا مين؟ لما كان في بعض المؤسسات بتحاول تقول دي اصل الجمعية دي بتنصر بتأسلم الناس وكذا وكذا، الجنوبيين المسيحيين من المخابرات والامن. انا فاكر ادوارد لينو ربنا يديله الصحه، هو مريض دلوقتي، اللي من دول كان مسؤول الامن والمخابرات. لما اتقابلنا مع بعض في سيرت في ليبيا عشان قضيه دارفور، هم طبعا متعلم هو في جامعه اسكندريه كليه تانية يعني، فاول ما دخل كده بالطريقه كده هاني عادي بوس فيا، كان قدامه رئيس اليو اس اي دي، وده رسالة هو قال هذه هي المؤسسة الإنسانية الوحيدة التي تعمل عندنا في جنوب السودان، هي تدخل سياسي وتدخل ثقافي وتدخل فكري، أنت بتساعد الإنسان اللي هو لأنه هو إنسان. فذاك لما اشتغلنا في جنوب السودان أول مشروع اشتغلنا فيه كان هو إيه؟ كان المية فقط، حفر أبار مية إلى آخر. كده خلص الموضوع مش كده؟ أنا خلصت، مش خلصت، لا أنا ممكن أقعد معكم الصبح، بس أنا يعني في معية الدكتور محمد الحديد، يعني أنا بتكلم وهو يستمع، ده يعتبر منتهى التواضع منه، جزاكم الله خير. فده الجزء الأول، تفضل. شكرا دكتور هاني. الدكتور هاني هو قامة من قامات الذين يعملون في العمل الإنساني، حتى أنه تم تكريمه من جلالة الملكة إليزابيث بوسام الإمبراطورية البريطانية، يعني له باع طويل في العمل الإنساني في بريطانيا وسمعته ما شاء الله عليها. تطرقت أنت دكتور لعدة نقاط إحنا كنا نواجهها في بدايتنا في بداية العمل الإنساني، نعم وهي مهمة جدا والمضبوط أنه تقديم قيم جدا، واحنا الكل اعطى الايميل تبعه حتى نبعث لكم اياه، لانه في نقاط لابد انه التركيز عليها، وايضا اخذها بعين الاعتبار في مؤسساتنا حتى المؤسسه ترضى الى اعلى مستوى وتكون بالمستوى المطلوب داخليا وخارجيا. في نقطتين بس حاب اعلق عليهم، اللي هو تطرقت انت الى الارهاب، نعم، وإلى أيضا الإسلاموفوبيا. إحنا بنلاحظ إنه هذا الشيء موجود، وأنا أود أن أذكر حادثة معي، كنت أحضر مؤتمر على الإمرجنسي ميديسن، وكان أكثر الموجودين، يعني كان في عدد كبير من اليهود موجودين في المؤتمر من كافة أنحاء العالم، وكان مجموعة كبيرة من العرب وغيره، يعني موجودين حوالي 3000 شخص، وقلت مني أن ألقي كلمة الافتتاح عندما كنت رئيسا للحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر كالجست انترناشونال سبيكر، حتى أني أقل كلمة الافتتاح. فتحدثت في المؤتمر، وبعد أن ألقيت الكلمة بدأت المحاضرات. كان في هناك طبيبة إيطالية أخذت الحديث وكانت تتحدث عن، يعني أنا كنت أتوقع عن إيش العمل في الطب أثناء الكوارث، كيف يتم مساعدته، نقل المريض إلى آخره. لكنها في بداية حديثها
بدأت تتحدث عن الإرهاب. قالت إنه الإرهاب بدأ منذ الخليقة عندما قتل أخيه، وبعدين الإرهاب عندما في العصور الوسطى وفي العهد الفرنسي النهضة الفرنسية وحتى يومنا هذا، وحاليا لدينا الإرهاب الإسلامي. أنا استغربت لأنه الإرهاب الإسلامي متجذر وكذا وكذا. بصراحة يعني أعتقد بأنه أنا كنت المسلم الوحيد الموجود هناك لم يروقني ما سمعت. فرحبني كان ميسر الجلسة بروفيسور أمريكي، وبعد أن أنهت حتى أنا أخذ الحديث أول واحد، فرفعت إيدي وطلب مني البروفيسور الأمريكي قال يتفضل الدكتور الحديث. قلت له أنا عندي يعني سبب، حاولت إني أنا بالبداية أردت أن أستمتع بالمحاضرة اللي ابتدأ بها الدكتور، لكن للأسف تحدثت بأمور لا وجود لها فيها يعني في نص أو في معنى أو ما سيزيد للمحاضرة. هي بدأت تتكلم عن الإسلام، عن الإرهاب، الإرهاب الإسلامي. فأنا سؤالي لها أرجو إنها تبين لي ما هو الفرق بين الإرهاب الإسلامي، الإرهاب المسيحي، الإرهاب اليهودي، الإرهاب البوذي. هل المسلمين يستعملوا أساليب مختلفة في الإرهاب أو يستعملوا أدوات خاصة أثناء ما يقوم بعمليات إرهابية؟ بعدين كيف لك أن لما يكون 1.6 بليون مسلم في العالم، يعني إذا 10,000 إرهابي تصل لكل المسلمين نحن بأن إرهابيين، أنت تعرف أنه أنا اسمي محمد وأنا بناء على تحدثي أنا potential terrorist، يعني أنا ممكن أني أنا إرهابي قاعد، وممكن أنتوا اللي قاعدين كلكم أفجركم وأفجر كل هالقاعة. يعني ما كنت خايفة لما أنت حكيتي هالكلام هذا؟ فهذا الكلام غلط. بالإضافة إلى أنه كان سيدنا في مسافر لأمريكا لبحث اللي هو الاتحاد ضد الإرهاب وكذا، قلت لها الأردن تعرض لعمليات إرهاب في 2005 في الفنادق اللي تم تدميرها، فكيف أنت يعني أنت قلت لحالك المعرضة للإرهاب؟ الإرهاب موجود في كل ملة، ولكن لا يجوز أنه أنت تقولي أنه الإرهاب هو إسلامي، هذا شيء مرفوض. وإلى متى أنت راحين تستمروا وتضلكم تصنفونا إحنا كل واحد مسلم هو إرهابي؟ هذا لا يجوز الحديث عنه. فأخذ الكلام بعدي واحد يهودي بروفيسور قلب من الأرجنتين، عرف على حاله وقال أنا يهودي ومن الأرجنتين وأنا أتفق مع زميلي، ولكن أود أن أقول ليش ما ذكرتي عن الإرهابي اليهودي اللي قام بعملية قتل في المسجد الإبراهيمي في الخليل ودخل؟ هذا إرهاب، هذا هو الإرهاب، لا يجوز وهذا غير مقبول. على أي حال هي عندما جاءت حتى تدافع عن نفسها قالت ممكن إنه لغتها الإنجليزية خانتها، لغتها الإنجليزية ممتازة وعندي مبيدة النية حتى تتحدثي وهذا غير مقبول ولا يجوز. أنت كطبيبة معنية بمعاملة الإنسان، كل الإنسان كإنسان مهما كان، ولا يجوز إنه أنت تتصرفي أو تتفوهي في هيك كلام. فتم شطب هذه من محضر الجلسة، وقالوا إنه بناء على اتفضلت فيه الدكتور إنه لابد أن يكون لنا تواجد بالمحافل، لأنه إذا ما سمعوا وجهة نظرنا كيف بدها تتغير؟ فلا، حتى قال الأمريكي قال إنه نتمنى إنه دائما يكون موجود من المنطقة العربية ممثلين حتى نسمع، لأنه لولا تدخلك لبقيت ماشي وبقيت الجلسة وتم إصدارها وتدوينها وبقيت في هذا المحضر. لهذا الدكتور هاني قال بأنه لم يتم تعريفه. طلبت في عدة مناسبات حتى في مؤسستنا منظومة الهلال الأحمر والصليب الأحمر عدة مرات دوليا، قلت لهم يجب أن يكون في هناك عقد مؤتمر عن الإرهاب، ويجب أن نقوم بتعريف الإرهاب، لأنه لا يجوز أنه يترك بشكل فضفاض حتى أي واحد يتم اتهامه بالإرهاب. لكن
الدول الكبرى، الدول اللي لها أجندات أخرى غير إنسانية لا تريد هذا العمل. إحنا الهلال والصليب الأحمر عمل مؤتمر إنساني، المؤتمر الدولي للسلام كان سنة أول واحد سنة 79، بعده بأربع سنوات عقد مؤتمر ثاني سنة 84، ومن سنة 84 إلى يومنا هذا حاولت عدة مرات بأن يكون هناك مؤتمر للسلام حتى نعزز ثقافة التسامح وثقافة المحبة وثقافة الإنسانية وكذا، ولكن لم أنجح لأن هناك أعداء كثيرين للسلام لا يريدون أن يكون هناك سلام في العالم، ومهمتهم أنهم يبيعوا أسلحة ويروجوا للحرب ويسووا وكذا وكذا. فعلى أي حال الشكر الجزيل للدكتور. إحنا في عندنا كوفي بريك هسه أوكي، وبعد ما نرجع راح يكون في هناك 10 دقائق أسئلة، أو إذا بتحبوا الموجودين حدا في له مداخلة، أو إذا حابين تستمروا يجيب الواحد قهوته ونقعد ونكمل بالأسئلة وأجوبة قبل أن يبدأ بالمحاضرة الثانية. كل الشكر لكم جميعا. شكرا أخي الدكتور، استمتعنا جدا في ما قدمته، وهو يعني محطات كثيرة احنا دخلنا فيها حتى نعزز ونخلي المؤسسة التي نخدمها في افضل حال. شكرا. شكرا الله يعطيكم العافية. تفضل. شكرا دكتور. أنا من جامعة أردنية. فتت كثيرة. استغفر الله. دكتور أبداً دكتور أحمد شكرا يا حبيبنا وصديقنا. يعني ما شاء الله شرفتنا بكلام، يعني هو مش بخاصة بس العمل الإنساني. هاي الكراسة لازم تكون هذه لازم كل واحد بده يعمل مؤسسة بغض النظر عن عمل لا أو للكفاءات القيادات الإدارية للإدارة العامة للمؤسسات العامة القطاع العام القطاع العام. تلميذ دكتور محمد. لا العفو يا سيدي. أبدا العلم ما تعاش عن الحاكم. يلا تفضل تعال يا باشا، تعال صور معانا. تعال يا حديد. أنت كم مش أنت حديد؟ حديد ابني. تعال يا حديد. تعال يا حديد وقف هنا. تعال شكرا لكم الله خير. تفضل نشرب قهوه ان شاء الله. تفضل لكم الله خير. ها وقف اللايف خلاص تمام، وحنرجع تاني بعد كده واحد تاني ان شاء الله، بس ده وقف دلوقتي، والتاني اكتبوا عليه الجزء التاني.